أعزائي وأحبائي سفاكسيان بونيت، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا في موعد آخر من سفاكسيان بون سبور. يتجدد معكم ليلة الخميس غرة أكتوبر. نعاود نذكركم كالعادة اللي تنجموا تستمعوا لكافة إزاراتنا واللي تلقاو فيها آخر الأخبار الرياضية على الساحة التونسية وآخر نتائج لكبرى الدوريات العالمية على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، كيما تنجموا تقراو أكثر تفاصيل على موقعنا www.sfaxian.net. أهلا وسهلا، نبدأ أخبارنا الليلة بآخر مستجدات النادي الرياضي الصفاقسي. سافر اليوم النادي الرياضي الصفاقسي للعاصمة تونس مع 9 متاع الصباح، وين دخل في تربص استعدادي لماتش الملعب التونسي نهار السبت الجاي. التربص القصير هذا باش تخلو زوز حصص تدريبية، واحدة دارت اليوم الأربعة متاع العشية وواحدة غدوة 9:30 متاع الصباح. قام الفريق اليوم بحصة تدريبية أولى الأربعة متاع العشية بالملعب الفرعي للمنزه، ركز فيها المدرب شهاب الليلي على بعض النقائص التكتيكية والبدنية اللي حكى عليها في مباراة القوافل الرياضية بقفصة في الجولة الفارطة، وخاصة الكرات الثابتة اللي خذيت الجزء الأكبر من الحصة متاع اليوم، الركنيات، ضربات جزاء والمخالفات، وفما إشادة واسعة باللاعبين مجد المصراتي، علي معلول، ورامي جريدي على مستوى التنفيذ. تغيب كل من اللاعبين مصعب ساسي، دي ديكوري، سليم المزنيلي، وسيم كمون، سليم المحجبي، وفادي بن شوق عن أكابر النادي في التنقل للعاصمة بمناسبة لقاء الملعب التونسي في نهار السبت الجاي. بالنسبة للساسي وكوري يخضعوا حاليا في صفاقس لبرنامج تأهيل بدني وباش يكونوا حاضرين في غضون 15 يوم الجايين. فادي بن شوق اللي مازال للآن يدرب مع أمال النادي، وكمون والمحجبي والمزليني لاختيارات فنية. تم استدعاء اليوم 5 لاعبين من النادي الرياضي الصفاقسي لتمثيل زي المنتخب الوطني التونسي في لقاء الجابون الودي القادم. رامي جريدي يعود الأجواء المنتخب، وهذا كان وارد الصراحة بعد اعتذار اللاعب رسميا. سليم بن جميع، علي معلول، ياسين رياح، ومحمد علي منصر. نرجعوا لحكاية جونيور سنتامولي ماما بيدير. كتب العام لنادي الرياضي الصفاقسي عبد الحميد عمير وضح لنا تطورات جديدة في خصوص الزملاء اللاعبية المتمردين على النادي. بالنسبة لجونيور سنتامول لاعب الأوغندي واللي شكا بنادي الرياضي الصفاقسي لعدم تسلم مستحقاته المالية لهيئة رئاسة الفيفا رسميا بالغرض وبالأدلة، وأكد أنه اللاعب خالص في كامل مستحقاته المالية. وبخصوص ما بيدي، الهيئة رجعت للفيفا الرد وفي انتظار القرار النهائي من الاتحاد الدولي لكرة القدم في خصوص الزملاء اللاعبية هذوما. نمشي والآن لأبرز الأخبار على الساحة المحلية. نبدأ بعض الأخبار اللي تهم الرياضة الصفاقسية. بعد انسحاب المدرب فيصل الحصيري من تدريب فريق اتحاد جريمدا لكرة اليد لأسباب الشخصية، وقع تعيين اليوم سيف الغريري على رأس الإطار الفني للفريق. انتصرت شبيبة الشيحية على اتحاد جريمدا لكرة اليد بنتيجة 38-26 في لقاء ودي جمعهم أمس الأربعاء 30 سبتمبر في القاعة المخططة بالشيحية. يدور نهار السبت 3 أكتوبر 2015 مقابلات الجولة الثانية من البطولة الوطنية القسم A لكرة اليد على الساعة 3:00. اتحاد جريمدا باش يتحول المهدية وين يقابل مكارم، فبالتوفيق للفريق الصفاقسي. أعلن الناخب الوطني أونري كاسبيرجاك اليوم الخميس عن قائمة اللاعبين اللي باش يخوضوا اللقاء الودي ضد المنتخب الجابوني نهار الجمعة 9 أكتوبر، وضمت القائمة اللاعبين التاليين: أيمن المثلوثي، فاروق بن مصفى، رامي جريدي، سليم بن جميع، سيام بن يوسف، فابيان بشير، كاميو لعيد المنتخب، ياسين الشيخاوي، عمار الجمل، وهبي الخزري، صابر خليفة، سليمان كشوك، طه ياسين الخنيسي، حمزة الأحمر، علي معلول، علي المشاني، حمزة المثلوثي، ياسين مرياح، يوسف المساكني، محمد علي منصر، حمدي النجاز، الفرجاني السيسي، مهدي الوذرفي، وخالد يحيى. أربع لاعبين باش يكونوا في القائمة الاحتياطية في صورة إصابة أو غياب لاعب من اللاعبين: أشرف كرير، اللاعب جرجيس، هاشم عباس، نافع الجبالي، وسيف الدين الجزيري. بالنسبة لتحذيرات المنتخب، حسب ما أعلنت عليه اليوم الندوة الصحفية للجامعة التونسية لكرة القدم والمدرب هونري كاسبيرجاك، التجمع باش يبدا نهار الأحد 4 أكتوبر بالملعب الرئيسي
للمنزه نهار 2 5 اكتوبر حصه تدريبيه الساعه 4 بالملعب الاولمبي بالمنزه، نهار 3 6 اكتوبر ل 4 متاع العشيه تدريبات بالملعب الرئيسي للملعب رادس، نهار 4 7 اكتوبر ل 4 متاع العشيه تدريبات بملعب المنزه، نهار الخميس 8 اكتوبر ل 4 متاع العشيه تدريبات بالملعب الفرعي للمنزه، ونهار الجمعه 9 اكتوبر الساعه 6 لقاء تونس والجابون بالملعب الرئيسي للاولمبي بيرادس. اتقهقر المنتخب الوطني التونسي 3 مراكز في ترتيب الفيفا لهذا الشهر، ونحتل المرتبة 36 عالميا والرابعة افريقيا بعد المنتخب الجزائري منتخب الكوديفوار والمنتخب الغاني. تعرض اللاعب الدولي ايمن عبد النور لاصابه في لقاء فريق فالنسيا ضد ليون في الجوله الثانيه من دوري ابطال اوروبا، وحسب طبيب الفريق في بلاغ رسمي للنادي الاسباني فان الاصابه ماهيش خطيره وباش يرجع اللاعب في القريب العاجل. سجل اليوم اللاعب يوسف المساكني الهدف الخامس ليه في البطوله القطريه في رابع الجولات في انتصار الاخوي على سيليا فريق المدرب سامي الطرابلسي بهدفين لصفر. اخيرا نذكروا ببرنامج البطوله المحترفه الاولى لكره القدم المبارتيات غدوه، الترجي باش يقابل حمام الانف في ملعب رادس المباراه منقول على الوطن الاولى، وسيدي بوزيد باش يستضيف بنزرت في سيدي بوزيد زوز لقاءات على الساعه 3 بتوقيت تونس. هكا نكونوا كملنا اخبارنا لليله، ان شاء الله نكونوا افدناكم وان شاء الله تكونوا عرفتوا معنا اخر اخبار الجمعيه والرياضه التونسيه. لمزيد من التفاصيل تفضلوا بزياره موقعنا www.sfaxien.net. فارس كان معكم ليله من وراء الميكرو، في الامان وصبحوا على خير.